تشريح أحدث أنواع الشاشات من كيوليد وأوليد، كل هذا والعديد والعديد من الدورات على إلكتروسوفيان. يمكنك أيضا متابعتنا أو متابعة جديدنا عبر الفيسبوك. كل ما عليك توجه إلى خانة البحث وكتابة إلكتروسوفيان كما هي موضحة أمامك. ستظهر لك أيقونة خضراء وهي أيقونة الصفحة الخاصة بنا، وهذا هو شكل الصفحة، وتظهر لك أيقونة سوداء هي للمجموعة وهذا شكل المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو جديد على قناة إلكتروسوفيان. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سيكون هو الفيديو 68 من دورة AC الباور. فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سأقوم فيه بشرح AC، لكن قبل ذلك سنطلع على الاسم الخاص به، وسأقول لكم لماذا هذه البوردة فارغة بهذا الشكل. ها هو الاسم الخاص به، هو LAF0001، يعني LAF0001. واضح؟ ستلاحظون أن البوردة شبه فارغة. وبعد شرح الاي سي سنتعرف عليها لماذا هي فارغة. أولا وقبل كل شيء، هذا الاي سي له اي سيهات مطابقة، له اي سيهات مطابقة ستجدونها في الجدول. طبعا الجدول يحدث باستمرار، بعد شرح كل اي سي يتم تحديث الجدول وإضافة الاي سي الذي يكون في حلقة اليوم، ويحدث الجدول يعني بتاريخ اليوم وهكذا دواليك. إذا شرحنا اي سي يوم غد سيحدث الجدول بتاريخ يوم غد إن شاء الله تعالى وإن أطال الله في العمر. على أين هذا الاي سي؟ سنتتبع مساراته كما نتتبع أي مسارات لأي اي سي، وبعد ذلك سنحول شرح الشيما داخلي للاي سي. لأول مرة ستشرح دائرة داخلية لاي سي الباور بطريقة طريقة مبتدئين. على أين؟ بسم الله توكلنا على الله لنعرف أولا أين هو الطرف الأول للاي سي. وبالنسبة لشرح اليوم فهو مختلف اختلافا قطعيا عن الشروحات الأخرى. لماذا؟ لأن هذا الاي سي من الاي سيات المفضلة لدي في التعامل معها. وحتى أصارحكم القول، فأنا أحفظ يعني العديد من الاي سيات، أحفظ شيماتها، لذلك تسهل علي عملية المقارنة. فعلى سبيل المثال هذا الاي سي لديه اي سي فان 76، سأحاول كتابتها هنا إن أراد. فان هكذا حتى تتذكره جيدا، فان هكذا. فان 76 01، طبعا 76 01. هذا الاي سي مطابق لهذا الاي سي، يعني بدون فلسفة. اذا كان هذا منفجرا تركب هذا، واذا كان هذا منفجرا تركب هذا. طبعا توجد تقريبا 7 اي سيهات مطابقة، لكن هذا هو اصلبهم، هذا اصلبهم حيث يعمل بكفاءة مكان هذا. على أي، سنمر إلى التعريف بالمسارات. عليك بورقة وقلم إذا كنت تريد أن تفهم الباور وإي سي الباور، عليك بورقة وقلم، غير ذلك فأنت أدرى بأمورك. لدينا الطرف الأول من هذه النقطة، بالتالي يجب أن نقلب البوردة. تذكر معي جيدا أن الطرف الأول هو هذا هنا، بالتالي سيكون في هذه النقطة هنا. واضح؟ هنا جيد جدا، ها هو الاي سي. جيد، الان سنقوم بالتتبع، تتبع عادي جدا. هذا هو المسار رقم 1 وهذا هنا. اذا بداية بالمسار الاول، بالنسبة للمسار الاول فهو متجه مباشرة الى موجب المكتف الكبير، هذا هو موجب المكتف الكبير، وبالتالي مسار متجه مباشرة الى المكتف الكبير غالبا فهو فولتاج ستار، غالبا فولتاج ستار او في ان في حالة ما كانت المقاومة كبيرة جدا. اذا كانت المقاومة كبيرة جدا فهو مسار في ان، غير ذلك فهو فولتاج ستار. بالنسبة للمسار الثاني، المسار الثاني متجه الى الموجب عبر مقاومات كبيرة جدا،
ثلاث مقاومات كبيرة ومتجه إلى الأوبتوكابلر. هذا هو الأوبتوكابلر كما تلاحظون عبر سلك، يعني مرتبط مع الأوبتوكابلر عبر سلك ومقاومة، بينما هنا لدينا ثلاث مقاومات متصلة كبيرة، بالتالي فالمسار على الأرجح هو مسار فيدباك. واضح؟ جيد. بالنسبة للمسار الثالث، هذا هنا المسار الثالث، ها هو كما تلاحظون هذا المسار الثالث هنا، فهو مرتبط بمقاومة إلى الأرضي ومكتف بهذه الطريقة، سيظهر لكم جيدا. ها هو هنا فقط يوجد فقط مكتف، المسار في آخره فقط يوجد مكتف، لا يوجد شيء آخر. ها هو المسار، يوجد مسار إلى المكتف فقط، يعني يمكن أن يكون هذا عبارة عن VCC انترن. يمكن أن يكون، أقول يمكن أن يكون VCC انترن، يعني يمكن أن يكون جهد VCC ينتج داخل الأي سي وبالتالي يتوجه فقط إلى مكتف كيميائي خارج القطعة فقط وينتهي المسار. طبعا مثل جميع الأي سيات التي بها VCC انترن شبيهة الأم 22، لكن نقول يمكن فقط، يعني لم نجزم بعد لأننا ما زالت أمامنا عدة أطراف. بالنسبة للطرف الرابع، الطرف الرابع لدينا مقاومة مع الأرضي، ولدينا مقاومة إلى طرف آخر، ولدينا مكتف إلى الأرضي، طبعا هو الستي أو إرتي، هذا لا يخفى عليكم. طبعا لدينا المسار الخامس، المسار الخامس عبارة عن جي إن دي كما تلاحظون، ها هو الجي إن دي الكبير هنا، بالتالي فهذا لا يتناقش عليه اثنين. لدينا المسار السادس، هذا المسار السادس يأخذ هذا المنحى من هنا ثم من هنا ثم من هنا، مقاومة صغيرة جدا وضيود، ثم من هنا إلى طرف الجيت في الموسفيت. إذن هذا طرف أوت، يسمى طرف أوت. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. الآن لدينا الطرف السابع، الطرف السابع لدينا عليه سلك إلى هنا، هنا لدينا مكتف، يعني كما لو نقول أننا لدينا مكتف هنا، يعني سلك إلى المكتف. ما يطرح التساؤل، هل لدينا VCC آخر أو VCC انترن أم هذا هو VCC الحقيقي؟ لدينا المسار متجه إلى الضيود، وهذا الضيود يأخذ جهد، هو ليس خامد وإنما يأخذ جهدا عادي جدا عبر هذه المقاومة التي تأخذه هي الأخرى من المحول، بالتالي هذا جهد، هذا عليه جهد، يعني هذا جهد، هذا المكتف يستلم جهدا من المحول، بالتالي يمكن هو الآخر أن يكون VCC، أو الأجدر أن يكون هو أصلا VCC الأصلي. واضح؟ لأن الضيود يأخذ يعطيه الجهد إلى المكتف، والمكتف يأخذ مباشرة إلى الطرف السابع في الأي سي. بالنسبة للطرف الثامن، الطرف الثامن مرتبط بمكتف سيراميكي ومرتبط بمكتف 13000 إلى الطرف الرابع والذي اعتبرناه السي تي أو الإر تي. إذن كصورة عامة أو فكرة عامة، ما هي الأطراف التي بقيت لنا مشكوك فيها؟ أولا الذي اعتبرناه VCC أول والذي يتجه إلى المكتف، ثم الطرف الثامن، الطرف الثامن لديه مقاومة إلى الطرف الرابع الذي هو السكتي، يعني مقاومة لطرف آخر، يعني الفكرة مبهمة شيئا ما. حسنا، سنقسم الفيديو إلى جزئين. في الجزء الأول شرحنا القطع المحيطة بالأي سي والقطعة نفسها، في الجزء الثاني سنشرح الجزء الداخلي لـ AC Power. لكن هذه التركيبة بهذه الشكلة، فهي لا يمكننا أن نضع هذه المقاومة داخل الـ AC، هذه المقاومة يجب أن تكون خارج الـ AC، هي تربط بين طرفين، هي تربط بين طرفين، لكن يجب أن تكون خارج الـ AC. لماذا؟ لأنه يمكن أن نتحكم بها، يعني هذه المقاومة تغير لنا شيئا هنا في الباور، لذلك إذا وضعناها داخل الـ AC سيصبح عقيما، لا يمكننا أن نتحكم فيه، لذلك نضعها خارج الدائرة ليسمح لنا بالتحكم الكامل فيه. ولذلك سنشرح هذه الدوائر أو هذه المسارات المرتبطة مع بعضها ودورها في تشكيل الصورة العامة للـ AC، لذلك سنستعين بورقة وقلم لإتمام الموضوع. لكن قبل ذلك سأعيد سرد الأسماء عليكم. لدينا الفولتاج ستار هنا، لدينا الفيدباك هنا، لدينا
هذا المكثف على هذا الطرف والذي اعتبرناه في سي سي كشك، لكن لاحقا سنتعرف ما هو. لدينا الطرف الرابع وهو السي تي، الطرف الخامس ارضي، الطرف السادس اوت، الطرف السابع هو الفي سي سي الحقيقي، والطرف الثامن يكون بالارتباط مع هذا المسار فهو ريفيرونس او ريفيرونس فولتاج او فولتاج ريفيرونس الذي يرتبط مع السي تي بالمقاومه الخارجيه. لكن لفهم هذه التركيبة حتى لا نقوم بالتقييم العشوائي لأي اي سي سنشرح التركيبة الداخلية لهذا الاي سي، وهنا يأتي الجواب على السؤال الذي طرحته في بداية الحلقة، لماذا هذه الباور فارغة بهذه الشكل؟ هو كون هذا النوع من الاي سي هات يصعب التعامل معه جدا، يعني اي خطأ بسيط بجوار الاي سي حتى ان تقيس بطريقة خاطئة والاي سي في وضع الاون فهو يمكن ان يضرب ويمكن ايضا ان يقطع، ان يدخل في الاوفر بروتكشن سواء في الامبير او الفولت وبالتالي يقطع تماما. واضح؟ اذا هذه هي ابرز الاسباب التي تجعل الباور يعني غير صالح ليعمل مره اخرى، انما يتم اخذ منه القطع فقط. لذلك تفاديا لهذه النقطه سنقوم بشرح الاي سي تفصيليا في هذا الشرح، شرح اليوم ان شاء الله تعالى، ذلك لتفادي ان تقع في مثل هذه الاخطاء من جهه، وثانيا ان تفهم كيف تعمل هذه الاي سي هات، لانها طبعا تعتبر من الاصعب، لكن ان شاء الله تعالى اليوم ستصبح من الاسهل ان اطال الله في الامر. على اي ابرز الاسئله هو مسار المكثف او المسار الثالث الذي عليه مكثف، لماذا وجد ذلك المكثف، والمسار الخامس الذي سميناه الفولتاج ريفيرنس لماذا هو مرتبط مع سي اس او سي تي. واضح؟ إذن سنقوم بمحاولة رسم دوائر هذا الاي سي. طبعا اليوم سنأخذكم في جولة داخل الاي سي كيف يعمل داخليا، لكن ليس تفصيليا انما كملخص مبسط، لكن سأشرح لكم لماذا يقع المشكل في هذا النوع من الاي سي هات، لماذا تضرب بسهولة تامة. طبعا نحن في الجيل الرابع ولذلك فيجب علينا ان نتعمق بعض الشيء. اذا لدينا عموما هذا هو الباكيج العام لاي اي سي، واضح؟ ساحاول لدينا هنا لوسيلاتور فينال، واضح؟ هذا لوسيلاتور فينال يعني منه الى منه الى الخرج، بالتالي فهو من يعطينا الموجة النهائية. واضح؟ جيد. لدينا الأوسيلاتور فينال ولدينا العديد من الدوائر داخل الاي سي التي يعني تتحكم في بعضها واحيانا تقلع ببعضها. جيد. العلاقة بين الفولتاج ستار والفي سي سي سبق وشرحتها لكم في سابق الحلقات، لكن ليس يعني الكل تابع كل الحلقات، لذلك سنعيد شرحها في فيديو اليوم ان شاء الله تعالى، لكن تابع معي جيدا. هنا لدينا على سبيل المثال لدينا الفي سي سي، هو هذا الفي سي سي، هذا هو الفي سي سي، واضح؟ بالتالي والفي سي سي في هذا النوع من الاي سي هات يكون في حدود 18 20 فولت تقريبا، لكن ليس موضوعنا هو قيمة الفي سي سي، إشارة فقط أنه ليس 12. طبعا لا نستطيع أن نؤكد أكثر من هذا أن الفي سي سي لا علاقة له بالرقم 12، حيث أنه إذا وجدت مقالا يقول أن الفي سي سي يجب أن يكون 12 فأهرب. لدينا الفي سي سي هو جهد معين لا يعنينا في شيء، سنعتبره في هذه المرحلة 20 فولت. هذا فقط مثال، ليس هناك أي جهد في العالم مرتبط بقيمة الفي سي سي، لذلك نضع الأمثلة فقط. إذا لدينا الفي سي سي أصبح داخل الفي سي سي أصبح داخل الأي سي، ها هو الفي سي سي أصبح داخل الأي سي. لدينا مسار الستارت أب أو لدينا السوفت ستارت ولدينا الفولتاج ستارت، كلها دوائر داخل الأي سي. حسنا، بعض الأحيان نكون في غنى عن فهم هذه الأشياء، لكن بعض الأحيان نكون مجبرين على المرور عبرها إذا كنا نريد أن نصلح، أما إذا كنا سنغير البوردة فهذا موضوع آخر تماما. لدينا في بوردة اليوم وفي إي سي اليوم لدينا ما يسمى بالفولتاج ستار، جيد؟ حسنا، لدينا الفولتاج ستار أو الفي ستار بهذه الشكلة، ربما قد يكون 300 أو أكثر،
واضح؟ إذا ها هو أصبح لدينا الوتر ستار داخل الاي سي أيضا. إذا ها هو بين على بين خارج الاي سي، لدينا طرف داخل الاي سي، بين خارج الاي سي لدينا طرف داخل الاي سي، واضح؟ بعده لدينا طرف آخر وهو الفولتاج ريفيرال ريفيرنس. الفولتاج ريفيرنس هو الآخر لديه بين داخل الاي سي، واضح؟ جيد جدا. اذا الجهد الاصلي في كل هذه المسارات هو فولتاج ستار، هو الذي يكون ثابتا لانه اتي من المكتف الكبير. ولدينا الفي سي سي، اذا كان اتيا من المكتف الكبير فهو الاخر ثابت، اذا كان اتيا من المحول او شيء اخر فهو غير ثابت، واضح؟ لذلك لدينا الفولتاج ستار ياتي في النصف، وهنا لدينا سويتش اي قاطع تيار بهذه الشكله يتحكم فيه الفولتاج ستار. هذه الرسمه مهمه جدا جدا جدا، واضح؟ بمعنى ان الفولتاج ستار او الفولتاج ريفيرنس هو ياتي داخل الاي سي، لا ياتي من خارج الاي سي، ياتي داخل الاي سي، ياتي داخل الاي سي، بمعنى ان الجهود تاخذ هذا المنحى بهذه الشكله، واضح؟ يعني تاخذ هذا المنحى بهذه الشكله الى الفولتاج ريفيرنس داخل الاي سي، واضح؟ لاحظ معي جيدا، اذا انا مررت الفي سي سي الى الاي سي وقطعت عنه فولتاج ستار، هل سيمر الجهد من الفي سي سي الى الفولتاج ريفيرنس؟ لن يمر، لان السويتش يتحكم فيه الفولتاج ستار، هو من يتحكم في السويتش، واضح؟ واضح، جيد. هنا لدينا مسار الار تي، ها هو لدينا مسار الار تي او السي تي او سميه كيف ما شئت، ولدينا المسار الاخر الذي وجدنا عليه المكتف، هو هذا، ها هو هنا بهذه الشكلة، وجدنا موجب المكتف، واضح؟ ها هما لدينا مسار الار تي يمر مباشرة بهذه الشكلة الى الاوسيلاتور قبل النهائي، هنا هذه الدائرة تسمى OSI أي أوسيلاتور ما قبل النهائي، طبعا عادي جدا أنه مرتبط بالإير تي، ودور الإير تي أنه يتحكم لنا في الأوسيلاتور، واضح؟ دور الإير تي يتحكم لنا أو الإير تي يتحكم لنا في الأوسيلاتور، واضح جدا. هذا المسار المبهم الذي وجدناه هنا دوره أن الفولتاج ريفيرنس بعد أن يتسلم الجهد من هذه الجهة فهو يسير أيضا ليكون هو الآخر متحكما في الأوسيلاتور، هو الآخر يجب أن يكون متحكما في الأوسيلاتور، بمعنى أن الـ VCC سيقلع بالدوائر الداخلية، بالتالي يجب أن يتحكم لي في الأوسيلاتور أيضا، واضح؟ وأيضا لدي مسارات أخرى، يعني ليس ضروريا أن نعرف دورها، لكن لدي مسارات أخرى بهذه الشكلة، واضح؟ وهي طبعا عليها جهود. حسنا، هنا لدينا جهد آخر هو الفيدباك، جهدا أو مسار أو سميه كيف ما شئت، لدينا الفيدباك بهذه الشكلة، واضح؟ يعني ها هو لدي فيدباك داخل الاي سي. حسنا، هنا هذه الجهود لن تخرج من الفولتاج ريفيرنس، هذه الجهود لن تخرج سواء جهود او اشارات لن تخرج من الفولتاج ريفيرنس الا اذا تم تقويمه، وبالتالي هنا يتم استعمال ديود، هنا نستعمل مثلا ديود فقط بهذه الشكلة، وبعد ذلك وعندما نتحدث عن التقويم فهنا يجب أن نضع مكتف في هذه النقطة بهذه الشكلة، واضح؟ بهذه الشكلة حيث ينطلق الجهد المقوم من هنا، بعد ذلك سنسميه soft start أو نسميه latch، أو إذا كان لاتش سيكون لاتش بروتكشن بمعنى ال بي، إذا كان سوفت ستار فهو سوفت ستار، واضح جدا. لكن هنا سنجد المقارن الآخر على هذه الشكلة، هذا الفيدباك يعني الذي يعني هو معروف جدا سيكون طرف هذه الأشياء، حتى وإن أتت كغريبة سنعيد شرحها في قادم الفيديوهات، بالتالي تتوضح أكثر. هنا داخل الاي سي بعض الأحيان يكون الخطأ
بعض الأحيان يمكن تقويمه من خارج الأي سي، بعض الأحيان لا يمكن تقويمه ونضطر لرمي الأي سي. واضح. وهنا نتحدث عن أي سيات غالية، لا نتحدث عن أي سي الأم والفايبر، أي سيات بسنت أو سنتين أو دولار أو دولارين، وإنما نتحدث عن أي سيات كبيرة وقوية ويمكن التلاعب فيها. على أي هنا مسار يأتي إلى المقارن من السوفت ستارت. السوفت ستارت هو المرتبط بالمكتف الذي وجدناه خارج الاي سي وتساءلنا عنه. فالسوفت ستارت بعد ذلك تأخذ هذه المسارات منحا. هنا يتم التوافق بين السوفت ستارت والفيدباك طبعا، لكن هناك طرف مخفي في هذا الاي سي والذي نحتاجه هنا، وهو السي اس الكورنت سنس. بالتالي فهو موجود على هذا المسار، الكورنت سنس موجود على هذا المسار في هذا النوع من الايسيات. بالتالي هذا مسار يقوم بدورين معين. طبعا هذه اشياء لاول مره نشرحها على القناه. هذا المسار هو ليس فيدباك لوحده، وانما فيدباك هو سي اس وكورنت سنس. ليس الاختيار بينهما، ليس اما سيكون فيدباك او اما لا، انما هو فيدباك وكورنت سنس في نفس اللحظه، ويكون عليه فولتاج والاخر. واضح. هذه الاشياء كلها، يعني كل هذه التركيبه التي تظهر لكم هنا، تعطينا في الاخير يعني هذا الـ هذا الـ هذا الاوسيلاتور في الاخير يعطيني هذا، يعني كل هذه الاشياء تعطيني في الاخير اوسيلاتور. واضح. هذه التركيبه لست مجبرا على حفظها، لكن ما دعانا للتحدث عن هذه التركيبه في حلقه اليوم هو انه لدينا مسار الفي سي سي، الفولتاج ستار والفولتاج ريفرنس. اذا غاب الفولتاج ستار في هذه المرحله، كما تلاحظون اذا غاب الفولتاج ستار في هذه المرحله فالاي سي سيبقى اوف. اذا غاب الفولتاج ستار سيبقى الاي سي اوف، هذه وحيده. بالنسبه للشيء الثاني، اذا غاب المكتف الموجود هنا او ضعف، ايضا سنكون في مرحله تقريبا اوف. لماذا؟ لان المكتف يقوم بالتقويم، واذا غاب سيتلف الدور الخاص به او المنط به، بالتالي الاي سي سيكون تقريبا اوف. واضح. جيد. اذا لدي فولتر ستار يجب ان يكون، لدي السوفت ستار يجب ان يكون. واضح. لدينا مكتف الار تي يجب ان يكون. هذا النوع من الاي سيات اذا قمت بالقياس وهو يعمل، فربما تقوم بالقياس من هنا الى هنا او من هنا الى هنا، اوتوماتيكيا يدخل في وضع الاورور اوتوماتيكيا. لماذا؟ لان الدوائر فيه تقلع ببعضها، يعني دائره تقوم بالاقلاب دائره، دائره تقوم بالاقلاب دائره، وهكذا دواليك، والمسار ياتي من هنا بهذه الشكل. واضح. ياتي بهذه الشكل، لكن هنا ياتي بجهد ومكتف على الفي سي سي، هنا ياتي بجهد جهد سيك، جهد عادي جدا يقوم بوخزه، يكمل يدخل الى هنا. هنا توجد بعض الدوائر الداخليه التي لم اقم برسمها طبعا في الفولتاج ريفرنس، ضروريه جدا لكننا لم نرسمها لانها بعيده كل البعد عن شرح اليوم. ثم لدينا التقويم بالمكتف، هذا المكتف به التقويم في هذه المرحله، به تقويم، يعني تقويم المسار، لانه لدينا هنا ضيود، بالتالي بعده يجب ان نضع مكتف. المكتف سيساهم في عمل المقارنات بشكل جيد جدا وتثبيت الاي سي، حتى لا تكون هناك تلك الهفوات ولو صغيره جدا احيانا. اذا هذا كان شرحنا لهذا اليوم، اتمنى من صميم القلب ان اكون قد افدتكم ولو بشيء القليل. للاشاره فالبديل المطابق هو الفان 7601، هو البديل المطابق، ارفع اي سي ضع اي سي، هو البديل المطابق والذي اركبه دوما عادي جدا. واضح. ولدي اي سيات اخرى ستجدونها في خانه البدائل في الجدول، ستجدونها اقصى اليمين في خانه البدائل في جدول اي سيات الباور. اذا هذا كان كل ما لدينا في هذا الشرح، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل. لا تنسونا من صالح الدعاء. إلى أن نلتقي على محبة، دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم دائما وأبدا المبتدئ سفيان بن إياد، والسلام عليكم. للحصول على السوفتوير أو المخططات أو جدول الإيسيهات، كل ما عليك هو التوجه إلى الموقع عبر الروابط الموجودة أسفل الفيديو. إذا أردت الحصول على السوفتوير، كل ما عليك هو الضغط على الرابط الموجود أمام كلمة رابط السوفت من الموقع. عند الضغط عليه يأخذكم مباشرة إلى هذه الصفحة. هذه الصفحة لها أيقونة خضراء وأيقونة زرقاء. الأيقونة الخضراء
إذا كنت تبحث عن سوفتوير ريسيفرات، أيقونة زرقاء إذا كنت تبحث عن سوفتوير الشاشات. إذا ضغطت على الأيقونة الخضراء ستأخذك إلى صفحة السوفتوير الخاص بأجهزة الريسيفر، وهنا ستجد جميع أنواع السوفتوير، وهذه الصفحة تحدث باستمرار، وفي أسفل الصفحة ستجد تاريخ آخر تحديث للصفحة. إذا أردت الحصول على المخططات كل ما عليك هو الضغط على رابط المخططات من الموقع، وإذا أردت الحصول على جدول الإيسيات كل ما عليك هو الضغط على الرابط الثالث والخاص بجدول إيسيات الباور، وسيأخذك مباشرة إلى جدول إيسيات الباور. هذا كله، ولا تنسى زيارة موقع عالم الإلكترون، الموقع التابع لقنوات ومجموعة إلكتروسوفيان، موقع غني جدا بالمواضيع والمعلومات، ويمكنك الوصول إليه عبر إلكتروسوفيان.blogspot.com.